ينضم إلينا هاتفيا أيضا الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف. أستاذ جمال، تحياتي لك أولا. يعني أهمية هذه القمة ودلالة توقيتها بالنسبة لحضرتك. تحياتي لحضرتك ولكل اتباع المشاهدين. بالتأكيد دلالة التوقيت لها الكثير من المعاني. يمكن العالم الآن بيشهد الكثير من المتغيرات الدولية، سواء فيما يتعلق بهذه الأزمة العالمية المركبة الذي يعيشها العالم الآن، والتي نشهد جميعا تداعياتها الاقتصادية وتداعياتها أيضا على أمن الطاقة وأمن الغذاء. وبالتالي هذه القمة في الحقيقة بتمثل استدارة أمريكية جديدة لمنطقة الشرق الأوسط، وبتؤكد على أن الولايات المتحدة الأمريكية بعد 18 شهر تريد ربما تصويب بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية مجددا، وإعادة العلاقات الأمريكية العربية إلى رونقها. وهذا في الحقيقة بيفيد الطرفين. الجميع الآن يريد خلق شراكات جيدة تخدم المصالح المشتركة. الرئيس بايدن تحدث حتى بالأمس عن فكرة عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة العربية لملء الفراغات حتى الاقتصادية، يعني عودة الاستثمارات الأمريكية إلى المنطقة والاستثمارات في مجالات جديدة، وهذه نقطة في غاية الأهمية. أعتقد أيضا أن القمة على صعيد القضايا العربية المحورية والمركزية أيضا نقطة يعني تحرك مهمة للمجتمع العربي، وتدفع بمسارات الحلول لهذه القضايا، سواء كانت القضية الفلسطينية أو غيرها من القضايا. وبالتالي القضية في توقيتها مهم، وأيضا في ترتيب البيت العربي من الداخل أيضا هذا ما يعطيها الأهمية والزخم، لأن هذه القمة الآن يجلس عليها أطراف عربية وأمريكية. الطرف العربي في الحقيقة مرتب للغاية، منظم، لديه رؤية عربية موحدة. لا يمكن أن ننكر أن القاهرة ساهمت بشكل فاعل وأساسي في ترتيب هذا الصف العربي وفي توحيد الرؤية العربية، حتى نجلس اليوم مع الشريك الأمريكي ونحن نحافظ على فكرة عدم الانخراط في أي من الصراعات الدولية، على الحياد الإيجابي الذي تتبناه الرؤية العربية ك يعني دليل للحل ولدعم المسارات السياسية دون الانغماس في أي من هذه الصراعات الدولية. البحث عن المصالح العربية سواء فيما يتعلق بالمصالح الاقتصادية، أمن الطاقة، أمن الغذاء، حتى المصالح السياسية، أمن الملاحة، كلها مصالح عربية. أعتقد أن العمل العربي الآن يتفق عليها، طبعا مع إيجاد الحلول للقضايا العربية المزمنة وعلى رأسها القضايا الفلسطينية. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه القمة تعيد الحيوية و تعيد أيضا جودة العلاقات العربية الأمريكية، وهذا يتفق أيضا مع الاتزان العربي في العلاقات الدولية. الآن الجانب العربي الآن أيضا منفتح على كافة الأطراف، منفتح على كافة الشركاء الدوليين. الولايات المتحدة الأمريكية تأتي إلى المنطقة وقد اتزنت البوصلة السياسية الخارجية للمجتمع العربي لدوله الفاعلة. أستاذ جمال، دعني أستعير جملة من إجابة حضرتك لما ذكرت أنه الإدارة الأمريكية ربما أرادت تصويب بوصلة العلاقات الخارجية. هل أخطأت الإدارة الأمريكية في توجيه بوصلتها يوما ما تجاه الشرق الأوسط؟ يعني اغفال منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد نقطة الارتكاز العربي كنقطة يعني عمل في السياسة الدولية، ده أمر يخطئ أي من يغفله في المجتمع الدولي. لا يمكن لأحد أن يغفل قوة وأيضا أوراق اللعب السياسي التي تمتلكها الدول العربية. الدول العربية لديها أوراق كثيرة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو جيوسياسية أو غيرها من الأوراق. وبالتالي بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية كانت يعني غير يعني صائبة حينما قررت الانصراف بكل قواتها السياسية الخارجية ناحية الشرق الأقصى وشرق أوروبا، وإهمال العمل ناحية الشرق الأوسط. وربما حتى الانسحاب من أفغانستان بهذه الصورة ربما عطل كمان سرعة الانسحاب الأمريكي من الشرق الأوسط. ولكن بايدن نفسه قال قبل أن يأتي إلى هذه القمة إنه يرمم العلاقات العربية الأمريكية ويعيد ما يعني جودة العلاقات، في إشارة يعني إن ما حدث خلال 18 شهر الماضية كان خطأ. نعم، أن تتجه بكل أدواتك السياسية ناحية يعني الشرق الأقصى وشرق أوروبا وتغفل الدور المحوري للمنطقة العربية وللدول العربية الكبرى، زي طبعا منطقة الخليج والأردن ومصر والإمارات وغيرها من الدول العربية فاعلة
وتخفل هذا الدور القوي لهذه الدول العربية في الإقليم بأدواتها الفعالة السياسية والاقتصادية. أعتقد أن هذا كان خطأ من الإدارة الأمريكية والآن يعاد تصويبه. عشان كده جزء من هذه الزيارة في الحقيقة، ولنكون واضحين أيضا، بيركز عليه بايدن لتصديره للداخل الأمريكي، لأن هناك. طب دعني أتوقف عند هذه النقطة، مسألة الداخل الأمريكي، لأنه بالفعل نقطة مهمة في دوافع بايدن في التحركات الدولية. أستاذ جمال، ربما استمعت معنا إلى يعني هذا البيان، فنتحدث الآن عن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن، أول لقاء للرئيسين، لقاء هام بالتأكيد، وكما تابعنا في البيان ملفات عديدة تمت مناقشتها خلال اللقاء. كيف قرأت يعني هذه التفاصيل معنا؟ بالتأكيد قمة مصرية أمريكية في غاية الأهمية. حرص الإدارة الأمريكية على عقد هذه القمة بيؤكد إيمانها الراسخ بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، وهذا ما أكد عليه بايدن من خلال تصريحه الصريح بأن مصر لديها دور محوري وحيوي في المنطقة تحت طبعا قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أعتقد أن العلاقات المصرية الأمريكية شهدت خلال الفترة الماضية تنامي ملحوظ. انطلاق الحوار الاستراتيجي ما بين الدولتين العام الماضي أيضا فتح أفاق جديدة لهذا التعاون. الاتصالات ما بين واشنطن والقاهرة لم تنقطع خلال الفترات الماضية، بل كان هناك زخم في التواصل سواء على مستوى القادة. السيد الرئيس تلقى اتصالين هاتفيين من جو بايدن الرئيس الأمريكي، وأشاد بالموقف المصري الذي استطاع أن يخمد تأجيج الصراع في غزة. أيضا كانت الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة أحد الدول أو الدولة الأولى الداعمة لمصر فيما يتعلق باستضافة كوب 27، المؤتمر الأممي للتغيرات المناخية. الولايات المتحدة الأمريكية كانت مؤيدة بشكل كبير جدا وداعمة لهذه الخطوة، وكانت تدفع نحو إنجاز يعني استضافة مصر لهذا المؤتمر. يعني أستاذ جمال، يعني ما نتكلم عن عدة قضايا، القضية الفلسطينية، إعادة إعمار غزة، ملف سد النهضة، أمن الطاقة والأمن المائي، ملفات عديدة بالفعل تمت مناقشتها في هذا اللقاء الهام بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي جو بايدن. يعني برأيك كي يعني أهمية تناول هذه الملفات خلال هذا اللقاء الأول بين الرئيسين؟ يعني يمكن هذه القضايا وهذه الملفات في غاية الأهمية. بنتحدث عن الملف المهم لدى الدولة المصرية وأيضا لدى الإدارة الأمريكية، وهو الملف الفلسطيني. الإدارة الأمريكية بتدرك يعني يقين الإدراك الدور المصري الفعال في هذا الملف والدور التاريخي ايضا. وعشان كده زي ما اوضحنا كان في اتصالات ما بين الاداره الامريكيه وما بين رئيس جو بايدن ورئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الشان من قبل، وتهدئت الامور في غزه مع مساعي واشنطن الان لطرح فكره حل الدولتين، وهذه هي طبعا الثوابت المصريه بل الثوابت العربيه الان لدفع مسار السلام مجددا. اعتقد ان هناك الان نقطه اتفاق ما بين الجانب الامريكي والجانب العربي. مصر تدعمها بشكل كبير جدا، بل هي من احد الثوابت المصريه، وبالتالي يمكن البناء على هذا الامر. فيما يتعلق ايضا بالقضايا الاخرى زي الامن المائي، قضيه سد النهضه، ايضا الجانب الامريكي طوال الوقت كان منشغلا بدعم مصر في هذه القضايا، وكان له دور ايجابي في دعم مصر ودعم امن المائي للدوله المصريه، وبالتالي ايضا طرح هذه القضيه على الجانب الامريكي الان وتشاور فيها امر في غاية الأهمية. بشكل عام مناقشة قضايا السلم والأمن في الإقليم مع إيمان الجانب الأمريكي الآن وتصريحاته التي تقول أن الدولة المصرية لها دور محوري في ترسيخ ركائز الاستقرار في المنطقة أمر مهم، لأن بالفعل مصر طوال الوقت الآن تعمل على دعم المسارات السياسية، دعم فكرة الدولة الوطنية، دعم المسارات الخاصة بتسوية النزاعات، وهي الأمور التي يحتاجها الإقليم الآن، والإدارة الأمريكية نفسها تحاول أن تدعمها للتهدئة من وطأة الصراعات الدولية. أيضا فيما يتعلق حتى بالقضايا المستجدة زي طبعا الأمن الغذائي، أمن الطاقة، أمن الملاحي، طبعا دي قضايا الآن أصبحت هي القضايا المحورية والأهم على أجندة القادة حول العالم، ومن ثم أيضا وجدناها في القمة المصرية الأمريكية، خصوصا أن هناك الآن يعني دور مصري فعال فيما يتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة. ورأينا حتى كيف أن هناك الآن أو كيف أن الشريك الأوروبي يعتمد على مصر الآن كأحد
محاور الارتكاز للامن الغذائي وامن الطاقه، التعاون ما بين القاهره وواشنطن في غايه الاهميه في هذه المجالات في وقت يشهد اضطرابات دوليه كبيره جدا. مصر هي نقطه التجارة العالمية الأهم في العالم، ولديها محور ملاحي برضه هو الأهم، وبالتالي أن يكون هناك قنوات تشاور ونقاش حول القضايا التي تشغل بال المجتمع الدولي، فهذا لا يصب فقط في صالح المصالح الأمريكية المصرية فقط، ولكن أيضا يصب في صالح استقرار وتنامي التجارة العالمية والتهدئة من وطأة الصراعات الدولية التي يشهدها العالم. أيضا أعتقد أن الرؤية المصرية الداعمة للحلول السياسية والداعمة للسلام والاستقرار حتى الداخلي المصري أيضا بيجذب الآن الشريك الأمريكي يعني دافع تدفقات استثمارية في الداخل المصري. الجميع الآن بيأتي باستثمار في الداخل المصري، كنا نرى كيف أن الجانب الأوروبي أيضا الآن بيعزز من هذه الشراكات، وبالتالي هناك أيضا مساحة لتعزيز التعاون الاقتصادي ما بين الجانب الأمريكي والجانب المصري من خلال النقاشات ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الامريكي. استاذ جمال، يعني قبل البيان كنت توقفت عند نقطه الداخل الامريكي، ويعني نعلم ان قمه جده تاتي في ظل ظروف عالميه بالغه الاهميه والحساسيه بسبب يعني الازمه الروسيه الاوكرانيه وتداعياتها وارتفاع اسعار الطاقه، فالى اي مدى تعول الولايات المتحده على هذه القمه يعني للحصول على مكاسب في مجال النفط وزياده انتاج النفط وبالتالي استخدامها كورقة في الداخل الأمريكي؟ يمكن بالتأكيد من أحد أهم أوراق العمل لدى الإدارة الأمريكية الآن هو الخروج من هذه القمة بمكاسب لها علاقة بأمن الطاقة، حتى نستمع طوال الوقت لأسئلة الصحفيين المصاحبين لجو بايدن وهم يسألونه بشكل مباشر عن أسعار الوقود في الداخل الأمريكي، كيف سوف تساهم هذه الزيارة في خفض أسعار البنزين، وبالتالي أسئلة الصحفيين الأمريكيين لجو بايدن بتؤكد أن الداخل الأمريكي كله يترقب مكاسب سريعة لهذه الزيارة لها علاقة بأمن الطاقة، ولكن أعتقد أن المكاسب لن تكون وقتية، لأن حتى إذا كان هناك خطة لرفع إنتاجيات المواد البترولية لدى بعض الدول العربية لن تكون لحظية، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى بعض الوقت، يحتاج إلى بعض الترتيبات الفنية واللوجستية وغيرها من الأمور، ولكن ربما هذا الأمر سوف أو اتخاذ حتى القرارات سوف يهدئ نوعا ما من يعني الداخل الأمريكي الذي يرى أن جو بايدن بسياساته التي تحولت واستدارت بعيدا عن الشرق الأوسط يعني جعلت الولايات المتحدة الأمريكية تخسر بعض المكاسب الاقتصادية وعلى رأسها ما يتعلق بالمواد البترولية، وبالتالي قبل الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي الخاص بالكونجرس الآن بايدن يحاول أن يقول للداخل الأمريكي الإدارة الأمريكية سوف ترمم العلاقات الخارجية بما يخدم المصالح الأمريكية، وهذه في الحقيقة نقطة مهمة جدا يحاول بايدن الآن إرسالها للداخل الأمريكي، إن هذه الزيارة لها علاقة بتصويب الرؤية الأمريكية واتزان بصمة السياسة الخارجية الأمريكية في هذا التوقيت الحساس الذي يشهد الكثير من الأزمات في العالم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب الصحفي الأستاذ جمال رائف، شكرا جزيلا لك.